معانا على الهاتف واحد من الجهاز الفني اللي لعب دور كبير جدا في حراسه المرمى مع حراس مرمى مصر، وكمان يعني محمد صبحي افضل حارس عندنا في البطوله، الكابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر. تحياتي ليك يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، يا نجم كبير وحاجه كبيره، واهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. في البدايه بنهنيك والف مبروك على الاداء وعلى البطوله، يعني انجاز فعلا يحسب لمنتخب مصر الاولمبي يا كابتن اسامه. الف مليون مبروك لمصر كلها، والف مليون مبروك لكل الجماهير المصريه ولكل الشعب المصري اللي بامانه شديده هم اللي فرحونا، مش احنا اللي فرحناهم. هم اللي فرحونا ان هم يملوا الاستاد ويكونوا بيساندوا المنتخب واقفين جنب المنتخب، وهم اللي فرحونا ان في جميع طواف الشعب المصري دم تاني حوالين الشاشات وحوالين الاعداد مع بعض عشان يتابع المنتخب الاولمبي، فهم اللي رسموا لنا احنا الفرحه مش احنا اللي رسمنا لهم الفرحه. قبل البطوله كابتن اسامه كان عندك احساس كده شخصي ممكن منتخب مصر الاولمبي والبطوله على ملعبنا وسط جمهورنا ممكن نفوز بالبطوله؟ والله هو مش احساس، هو هدف. احنا كنا شغالين يا كابتن اسامه على هدفين مهمين، والاثنين ما ينفعش ان هم كانوا يفترقوا عن بعض. الهدف الاولاني من اول يوم ما تولينا فيها المهمه بقياده كابتن شوقي غريب وكل الجهاز المعاون المحترم اللي حضرتك قلته، كلنا كان عندنا هدف واضح ازاي الوصول للاولمبياد، وبعد من الوصول للاولمبياد الهدف الاكبر ازاي نوصل على منصه التتويج ونفرح الناس ونرجع البسمه مره ثانيه على وشوش الناس وتفاؤل الناس في الكوره والرياضه المصريه بعد فتره مرت بها الكره المصريه بعد الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه السابقه للمنتخب الاول، ازاي نرجع الفرحه ثاني للناس وازاي نرجع الثقه ثاني للناس في الكره المصريه مره ثانيه. عايز اخذك بقى لمنطقه حراس المرمى، ما شاء الله محمد صبحي هو الحارس الاساسي وبيفوز مع منتخب مصر بافضل حارس في البطوله، لكن عجباني قوي الروح اللي موجوده حتى مع الحراس اللي ما شاركوش وكمان مع مصطفى الشوبير الذي لم يتم اختياره في القائمه كمان يا كابتن اسامه. بص احنا بامانه شديده التتويج ان احنا نتحط على منصه التتويج في شكل محمد صبحي ده بيقول ان عندنا حارس مميز جدا اسمه عمر رضوان، بيقول ان عندنا حارس هايل جدا ومبوب اسمه عمر صلاح، بيقول ان عندنا حارس صغير واعد وحاجه محترمه جدا اسمه مصطفى شوبير، وكل الحراس اللي احنا اشتغلنا بيهم في المنتخب الاولمبي كان ليهم دور كبير ان هم يساهموا ان يكون محمد صبحي على منصه التتويج ويكون هو افضل حارس. هو بيمثلنا كلنا، هو ما بيمثلش نفسه بس، انما بيقول للناس كلها ان احنا المنتخب المصري عنده حراس كويسين في مرحله الشباب. عجباني قوي الروح اللي موجوده بين اللاعبين في منتخب مصر الاولمبي، يعني بره الملعب كمان قبل جوه الملعب، رمضان صبحي القائد وكمان التفاف اللاعبين حواليه، وكمان ده انعكس داخليا في الملعب لما بتكون منتخب مصر الاولمبي متاخر بنلاقي التكاتف والروح والعزيمه والاصرار ان منتخب مصر الاولمبي يحقق الفوز. شفت الروح دي ازاي خاصه ان كان لها مفعول السحر في البطوله؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه، احنا اللاعبين والجهاز كنا قاعدين في دور واحد في فندق الاقامه، على كل اوضه من الاوض اللعيبه كان بيبقى مكتوب اسم اللعيبه الاثنين اللعيبه اللي قاعدين مع بعض في الاوضه. تمام. تخش اوضه اي حد من الاثنين دول ما تلاقيهمش في اوضتهم، وتلاقيه وتلاقي ناس ثانيه هم اللي في الاوضه الثاني خالص مش في الاوضه اللي كاتبين اسمائهم. اللعيبه كانت على طول مع بعض، كانت مندمجه مع بعض، ما كناش بنشوف اللعيبه الا الساعه 11 بالليل، كل لعيب في اوضته وكل لعيب في سريره عشان خلاص دي فتره النوم والناس لازم خلاص هترتاح وتنام، انما اللعيبه كانت مندمجه وكان بامانه شديده جدا. رمضان صبحي قائد بمعنى الكلمه، رمضان كان عارف يقوم بدور كبير جدا بين اللعيبه وبين الجهاز، وزي الكل يبقى فاهم ان ايه الهدف اللي انت بتشتغل عليه، وازاي كله مفيش حاجه اسمها اسامه عبد الكريم، مفيش حاجه اسمها كابتن شوقي غريب، مفيش حاجه اسمها رمضان صبحي، مفيش حاجه اسمها لعيبه، كلنا في حاجه واحده بس اسمها منتخب مصر دي، ومنتخب مصر ده كل واحد يتحمل المسؤوليه. واللي قدر بامانه شديده الجهاز الفني ومعانا رمضان صبحي ككابتن الفريق ان كلنا بنشتغل كتيم ورك واحد، يعني ما انفصلناش في يوم من المعسكرات اللي فاتت دي خالص، حتى قبل البطوله الجهاز في حته واللعيبه في حته ثانيه، احنا لينا فكرنا وهدف وهم ليهم افكارهم واهدافهم، لا الكل والجميع
تناسى المصالح الشخصيه والاهداف الشخصيه سبيل حاجه واحده بس، هو الوصول لطوكيو ورفع الكاس ورفع اسم مصر ورفع سمعه الكره المصريه مره اخرى في القاره الافريقيه. وده اللي ميز فعلا. بنشكرهم كلهم على اللي كل واحد تفانى، وبالاخص بشكر حراسي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، مصطفى شبير، كل الرجاله اللي ساعدتنا بامانه جديده. كنت تيجي تشوف يا كابتن اسامه روح بامانه حاجه تفرح، جيل يفرح بجد، تشوف قد ايه حماس عمر رضوان وعمر صلاح وهم قبل الماتش بيشجعوا محمد صبحي كان هم اللي هيلعبوا مش هو، بيدعموه بيلبسوه واللي بيديله جوانتي واللي بيديله حاجته، يعني روح مش بامانه جديده مش طبيعيه. مصطفى شوبير اللي بره المعسكر خالص وبعيد مش موجود وبره القايمه كان بيتواجد بصفه مستمره، اذا كان معانا في فندق الاقامه او اذا كان معانا في المباريات وما بيسيبش زمايله، فاذا كان بدا الاتصال بامانه حاجه روح فعلا لازم تكون نتيجتها التسويق في الاخر ان كله تفانى عشان رفع اسمه. وده فعلا الميزه اللي ميزت كمان المنتخب الاولمبي. عايز اخدك بقى يا كابتن اسامه لكواليس المعسكر، اكيد في المعسكرات بتحصل حاجات حلوه يعني بعيد عن عيون بقى الجماهير، عايزك يعني تقول لنا حاجه من الكواليس الحلوه اللي دايما بتجمع جمهور، خاصه كمان ان احنا شفنا في المباراه النهائيه اللعيبه كمان فكره الماسك وقالوا ان طاهر محمد طاهر هو اللي كان صاحب الفكره، عايزين بقى الكواليس الحلوه اللي حصلت في المعسكرات. والله الكواليس الحلوه كانت كثيره قوي يا كابتن اسامه، والناس كانت مندمجه، ومن احلى حاجه في الكواليس ان انا عمري ما حسيت ان رمضان صبحي ده كابتن الفرقه. أنا كنت بحسه بأمانة إن هو واحد جاي عشان يخدم اللعيبة. دايما نحسس اللعيبة إن هو أقل واحد في الفرقة، ودايما نحسس اللعيبة إن لا ده لعيب لا لاعب منتخب أول ولا لعيب راح كأس عالم ولا لعيب احترف ولا الكلام ده كله. وكان دايما التهريج والهزار بين اللعيبة وبعضها كان ممتع، وإحنا نفسنا كجهاز كنا بنقعد نهزر بالأخص مع كل اللعيبة بلا استثناء. وكل واحد ليه لقطه في اسم، ليه لقطه في كلمه، ليه لقطه في جمله نقعد نهزر بيها، وكان من احسن الحاجات اللي انا شخصيا كنت بقعد نهزر فيها مع بعض انا وعمر رضوان واكرم توفيق والجزار واقرب من لاعب، كنا نقعد نتكلم على ان العلاقه كانت جامده جدا بين اكرم توفيق وبين عمر رضوان، علاقتهم ببعض قويه جدا، كنا نقعد نهزر نقعد نقول له يا اكرم انت بتقعد تنفسن على عمر رضوان عشان احلى منك، ونقعد نهرج ونضحك، يعني اجواء كانت جميله وكانت اجواء كلها تدل على النجاح والحب والتفاؤل، وكانت الناس دايما حاطه قدام عينيها ازاي تكون على منصه التتويج. تمام، اصعب مباراه منتخب مصر مين مر بيها في البطوله؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا المباراه قبل النهائيه. اللي احنا كسبناها 3 دي كانت اصعب مباراه. طب شايف التفاف هتقول لي ليه رغم ان هتقول لي كوت ديفوار خططيا في الملعب اقوى ووصلنا للوقت الاضافي، انما هقول لك ليه حزب جنوب افريقيا بالنسبه لي. حزب جنوب افريقيا لان جنوب افريقيا كان الجميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والسوشيال ميديا والجميع بيتكلم عن الطار البيت بين المنتخب المصري والمنتخب الجنوب افريقي بسبب خروج المنتخب الاول في دور 16 من جنوب افريقيا. الرقم 2 كان حته المباراه دي هي المباراه اللي هتوصلك للمباراه النهائيه. وهي نفس الوقت اللي هتوصلك للاولمبياد. الحاجة الثالثة كان أول مرة اللعيبة تشوف مشهد جماهيري بالحجم ده وبالضخامة دي، إن إحنا نلاقي الاستاد فوق ال 70 80 ألف متفرج وفي 20 30 ألف متفرج مش عارف يخش بره الاستاد، كان المنظر صعب جدا 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 على اللعيبة، وبالأخص إن إحنا بنلعب بطولة الدوري العام بدون حضور جماهيري، فكان الموضوع من كل جوانبه كان أنا شايفه إن دي كانت أصعب مباراة عشان الظروف اللي أنا حكيتها لك دلوقتي. تمام، خلي بالك النهارده الجماهير يعني انتوا رفعتوا سقف طموحات جماهير مصر بعد الاداء الرائع وبعد التتويج ببطوله افريقيا تحت 23 سنه، جماهير مصر منتظره ميداليه اولمبيه في اولمبياد طوكيو 2020. ان شاء الله يا كابتن اسامه احنا وعدنا الجمهور ان احنا هنروح الاولمبياد، وعدنا ان احنا ان شاء الله هنكون على منصه التتويج، وبنوعده من دلوقتي ان شاء الله ان احنا رايحين الاولمبياد مش عشان نكون ضيف شرف، احنا رايحين الاولمبياد عشان نرفع العلم المصري ونجيب ميداليه ان شاء الله في اولمبياد طوكيو. ان شاء الله. كابتن اسامه عبد الكريم مدرب منتخب مصر حراس المرمى منتخب الاولمبي، شكرا جزيلا لك. يعني دي كانت مداخله مهمه مع كابتن